أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص يعمل كممرض في المستشفى ويأتي النساء للتمريض ويضطر في بعض الحالات إلى كشف عوراتهن للتمريض، فهل يجوز له ذلك؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم. الواجب عليه أن يعمل في قسم الرجال، الواجب على هذا الممرض أن يعمل في قسم الرجال وأن يجتنب قسم النساء. وإذا كان هناك ممرضات من النساء فلا يعالج المرأة بل يحولها إلى النساء. أما إذا لم يكن هناك ممرضات والمرأة مضطرة إلى العلاج فيباح ذلك بقدر الضرورة. قال الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كان هناك ضرورة قصوى وليس هناك ممرضات من النساء فلا بأس أن تعالجها بقدر الحاجة وبقدر الضرورة.